دي شقة مدام صدفة؟ مين عايزها؟ نادية لو سمحتي. خالته! يا خالته! ايه يا مريم؟ يا خالته تعالي! في هو الواحد معرفش حتى يغير هدومه في البيت ده؟ تعالي بس شوفي مين ده وعايز ايه؟ في ايه؟ حضرتك مدام صدفة السيد حسن عجيبة؟ آنسة! آنسة صدفة! أأمرني في ايه تاني المرة دي؟ حد اتمسك مخدرات؟ ولا حد اتخبط بالعربية وجاي يتحقق معايا؟ ولا كنتش حصل مصيبة في الصين وشاكين ان الصدفة هي السبب؟ لا يا مدام مفيش حاجة من ديت خالص حصلت. تاني هيقول لي مدام تأذنك تمدي لي هنا؟ لحظة واحدة بس يا عم، انت هتمضي على ايه؟ المدام مطلوبة في بيت الطاعة. بيت الايه؟ بيت الطاعة؟ طاعة ايه؟ هو انا اتجوزت وانا مش واخده بالي ولا ايه؟ ايوه يا فندم، حضرتك متجوزه وسايبه بيت الزوجيه بقالك فتره. زوجيه ايه وزفت ايه؟ انا اختي مش متجوزه. تاكد بس، ده اكيد غلطه او تشابه اسماء. ايوه تشابه اسماء. هتوريني. لا صح، انت بتتكلم صح، انا طلعت متجوزه. متجوزه ازاي؟ متجوزه، انا طلعت متجوزه يا طارق، متجوزه واحد اسمه جلال الحسين. جلال مين؟ الحسيني. ايه يا عم؟ ها؟ أه؟